أهلا وسهلا بكم دكتور جهاد أزعور عبر CNN بالعربية. دعني أبدأ معك بالسؤال عن التقرير الذي أصدرتموه مؤخرا كصندوق نقد دولي. ما هي أسباب صلابة النشاط الاقتصادي في المنطقة رغم الظروف الراهنة والمحيطة العالمية؟ بالواقع كما تفضلت، النمو الاقتصادي لهذا العام يفوق المعدلات الدول المتقدمة لعدة أسباب. يعود الأمر للتحسن الاقتصادي اللي شهدته الدول المصدرة للنفط بالدرجة الأولى، مع ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع الإنتاج، بالإضافة إلى التحسن التي شهدته الاقتصادات العام الماضي وهذا العام بعد جائحة الكورونا. مما لا شك فيه أنه بالإضافة للتحسن الاقتصادي هناك مخاطر اقتصادية كمان يجب الإضاءة عليها، ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة أنه هذا التضخم مصحوب بارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الطاقة، والمتغيرات بالأسواق المالية العالمية التي تؤثر سلبا على الدول التي تحتاج إلى التمويل الخارجي، أكان بسبب ارتفاع أسعار الفوائد أو بسبب تحول رؤوس الأموال. لهذا السبب، بالرغم من التحسن اللي يشهده اقتصاد المنطقة، من الضرورة التحوط واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد. كيف يبدو المشهد في الدول ذات الاقتصادات الصاعدة حاليا؟ الدول المصدرة للنفط شهدت نمو اقتصادي أفضل من الدول المستوردة للنفط، وكان نسبة النمو بحوالي 5.2%. هذا النمو سيستمر، إنما سينخفض في العام المقبل، وسيكون النمو للقطاع الغير نفطي أقوى من نمو القطاع النفطي. الدول المستوردة للنفط أو الدول الناشئة تأثرت بسبب ارتفاع التضخم الذي فاق 10% في عدد كبير من الدول، ومرجح أن يستمر للعام المقبل، بالإضافة إلى أن هذه الدول اليوم بحاجة إلى تمويل الديون التي ستستحق، لذا تتأثر بارتفاع أسعار الفوائد عالمية. مما لا شك فيه أنه حالة عدم اليقين والترقب التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على مجمل دول العالم ودول المنطقة أيضا. كان في هناك اتفاق على صعيد فريق العمل مع الحكومة اللبنانية يلي وضع آلية للحصول على برنامج بتتطلب مجموعة من الإجراءات. ابتدأ لبنان بالقيام بهذه الإجراءات، هناك بعض الإجراءات التي تم إقرارها وهناك إجراءات أخرى ما يزال لا يعمل عليها لبنان. هذه الإصلاحات هي ضرورية لبدء عملية نهوض، معالجة الأزمة المزمنة، وأيضا أعطاء زخم من خلال برنامج لتأمين دعم عربي ودولي للبنان. يعيش لبنان حاليا، رأينا أن الرئيس ميشيل عون يغادر قصر أبو عبدة ويوقع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وبالتالي هذا البلد يعيش حاليا في فراغ سياسي. وبنفس الوقت وقعت الحكومة اللبنانية مؤخرا أيضا على اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل. ما تأثير هذا الاتفاق وكيف يبدو المستقبل بالنسبة للاقتصاد اللبناني؟ عدة نقاط. موضوع ترسيم الحدود هو له علاقة بالاقتصاد اللبناني على المدى المتوسط. الأوضاع الراهنة تتطلب يعني عملية، أولا المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، إجراء هذه المجموعة من الإصلاحات اللي هي أساسية، اللي هي من شأنها أنه ترجع ترد الثقة، تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، تأمن درجة من الاحتضان الاجتماعي وخاصة للفئات الأكثر ضعفا، وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني ليؤمن فرص العمل. هذه هي إذا بدك الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية اللي بتتطلب بالطبع التحسن أو بيئة سياسية يعني مؤتية.